بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة فصلت. ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية، وهي سورة الشورى، وهي أيضا سورة من سور القرآن المكي، وهي سورة أيضا من سور القرآن المكي. افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه السورة من سور القرآن المكي، افتتحت بهذه الأحرف المقطعة: حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. بتفتتح هذه السورة بالكلام عما أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بيانا لمكانة وعظمة هذا الكتاب، بيانا لعظمة هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يبقى كما أوحى الله عز وجل إلى الرسل السابقين، أوحى إليك ربنا سبحانه وتعالى هذا الكتاب، هذا القرآن، وفي بيان لعظمة القرآن، بيان لعظمة هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يبقى لابد من معرفة شأن ذلك الوحي، ولابد من تعظيم هذا الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله. والله تعالى يعرف العباد بنفسه: الله العزيز الحكيم، له العزة سبحانه وتعالى جميعا، والكل تحت قهره وتحت سلطانه، وحكيم سبحانه وتعالى في أفعاله وأوامره ونواهيه وفيما قضى سبحانه وتعالى. الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. فالكل تحت قهره وتحت سلطانه، والكل يدبر له ربنا سبحانه وتعالى أمره. له ما في السماوات وما في الأرض، ليس هناك شيء يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى أو عن ملكية الرب سبحانه وتعالى. فالكل يعيش في ملك الله سبحانه وتعالى، والكل تحت قهر الله سبحانه وتعالى وفي ملكه. الكل مملوك لله سبحانه وتعالى، هو العلي العظيم، له علو الشأن وعلو الذات سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. يبقى على رغم من عظم هذه المخلوقات، ولكنها كادت أن تتفطر، أن تتشقق. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، أولئك الملائكة المقربون
يخضعون لعظمة الله سبحانه وتعالى وسلطانه. والملائكة عباد مكرمون كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. يبقى الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني هنجد أنهم طائعون خاضعون لله سبحانه وتعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يبقى أولا تراهم في تنزيه لله سبحانه وتعالى من العيب والآفة، فإنهم لا يفترون عن تسبيح الله عز وجل ولا عن تعظيمه، وكذلك أيضا لا يسأمون ولا يملون من ذكرهم لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يستغفرون لمن في الأرض. يبقى هنجد أن هذه العلاقة بين أهل السماء وبين أهل الأرض. ومر علينا في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. بدي آيات مرت علينا في سورة غافر، والله تعالى بيّن هذه العلاقة التي بين أهل السماء وبين أهل الأرض، ومنشأ هذه العلاقة على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى الأخوة الإيمانية. منشأ هذه العلاقة التي بين أهل الأرض وأهل السماء منشأ ذلك على توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى الموحدون من المؤمنين، فكانت هذه الأخوة بينه وبين أهل السماء وبين الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون ولا يسأمون ولا يملون من ذكر ربهم سبحانه وتعالى، فتراهم في تنزيه دائم لله سبحانه وتعالى، وكذلك يستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون للمؤمنين. فكان هذا هو دعاء الملائكة، طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى لمن آمن واستقام على أمر الرب سبحانه وتعالى. الذين يحملون العرش ومن حوله، يبقى الملائكة من حملة العرش ومن المقربين، هؤلاء من أفاضل الملائكة، يعني يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. دائما إحنا بنتعلم كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والله هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. هذا بيتطلب من الإنسان أن يلازم بين الاستغفار والتوبة، يبقى ده التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء وتلك الصفات، كيف أعبد ربي سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن أنا يعني أتعلم كيف أحقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال ما وصف به الأوصاف سبحانه أو تسمى به من أسماء حسنى، مش مجرد كده أسماء يعني أسماء كأنها مجردة، لا، هذه أسماء يعني تدل على أوصاف وأعلام، تدل على رب سبحانه وتعالى ولها أوصاف. يبقى ربنا سبحانه وتعالى رحمن صفة الرحمة، ربنا سبحانه وتعالى غفور صفة المغفرة. يبقى على ذلك إحنا إزاي أعبد ربي سبحانه وتعالى، كيف أعبد ربي؟ انظر الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون، وفي الآيات في سورة غافر ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. يبقى الله عز وجل يعلم من يستحق الهداية، فالله عز وجل يصل له سبيل الهداية، ويعلم سبحانه وتعالى من لم يستحق الهداية، فالله عز وجل لم يصل له سبيل الهداية. فعلى ذلك والله تعالى يغفر لمن طلب المغفرة للرب، ويتوب على من تاب إليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء ده يعني حياة المسلم، الدعاء والعبادة، الدعاء والعبادة، كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الملائكة يبقى عباد مكرمون، وصفهم الله عز وجل أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. يبقى الله عز وجل وصف الملائكة بهذه الأوصاف الكريمة، ومع ذلك انظر ملائكة يطلبون من ربهم أن يغفر للمؤمنين، أن يغفر لمن في الأرض من المؤمنين. يبقى العلاقة مبنيها على توحيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي التوحيد ده بينشأ منه الائتلاف والاجتماع والمحبة والمودة، منشأ ذلك هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. إن ائتلفت هذه القلوب على التوحيد الخالص لله، لو اجتمعت هذه القلوب على ذلك لائتلفت. يبقى إزاي بتحدث الألفة بين المسلمين؟ بتوحيدهم لله سبحانه وتعالى، بائتلافهم على كتاب ربهم سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ده بيعلمنا يعني الدعاء الأخ لأخيه بظاهر الغيب، دعاء الأخ لأخيه بظاهر الغيب. يبقى تدعو لأخيك بظاهر الغيب، تدعو له بالمغفرة، تدعو له بالاستقامة، تدعو له بالهداية، تدعو له. يبقى وبالتالي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن طلب أو دعا الأخ لأخيه بظاهر الغيب هناك ملك، يبقى هذا الملك يقول ولك مثله، يعني بيرد عليك أيضا هذا الدعاء. يبقى أنت تدعو لأخيك بظاهر الغيب وهذه طاعة لله سبحانه وتعالى، وكذلك أنت لك ذلك النصيب من الدعاء لأن ملائكة يؤمنون على دعائك. ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم، يغفر سبحانه وتعالى لمن طلب المغفرة، والله تعالى يتوب على من تاب إليه. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ربنا سبحانه وتعالى بصير بما نعمل وخبير بما نعمل سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء، يبقى اتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى يعبدونها من دون الله، ويصرفون لها هذه العبادات التي ما ينبغي أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. الله حفيظ عليهم، ربنا سبحانه وتعالى رقيب وشهيد على هؤلاء، ويحفظ لهم ما أتموا من هذه الأعمال الفاسدة، وما أنت عليهم بوكيل. مهمة النبي البلاغ، يعني مهمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكل إليه أن يحفظ أعمال العباد، ولكن هو عليه البلاغ. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يبقى دي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في البشارة والنذارة وفي دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكنه غير مسؤول عن النتائج، لكن طبعا يعني بيبذل غاية الجهد لدعوة الناس إلى التوحيد، لكن هو غير مسؤول عن النتائج. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليهم هذه الأعمال ويجازي هؤلاء على أعمالهم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى في ملائكة ربنا سبحانه وتعالى أوكل إلى هذه الملائكة أن تكتب كل ما يصدر من العباد من أقوال وأفعال، وأن العبد يوم القيامة ستنشر له هذه الدواوين ويجازى ويحاسب على أساسها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى كتابي أنا مش كتاب غيري، وكتابي ده يعني كتب فيه كل ما صدر وكل ما تكلمنا به وكل ما فعلناه، كل حركة، كل سكنة، يبقى كل ذلك مسطور على الإنسان في هذه الكتب والدواوين التي تنشر عليه يوم القيامة. لذلك يعني حنجد أن المجرم ماذا يقول؟ وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يبقى كل ما يعني فعل الإنسان، كل ما تكلم به حتى لو كانت يعني حرف، كل ده هيبقى مكتوب على الإنسان. يبقى أقل الأفعال وأدنى الأقوال كل ده هيبقى مكتوب على الإنسان وحيجازى على أساسه. وربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، ولكن يجازي العباد ويحاسب العباد على أعمالهم.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. والذين اتخذوا من دون أولياء الله حفيظ عليهم، الله عز وجل هو الذي بيحفظ عليهم الأعمال ويجازي ويحاسب هؤلاء على أعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة لدين الله، الدعوة لإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لكن هو غير مسؤول عن النتائج. فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، ذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، ملوش سيطرة على قلوب العباد. وإلا لو كان له سيطرة على قلوبها أدخل هذه الكلمة إلى داخل قلوب النفوس، ولكن هو البلاغ. يبقى إحنا هندعو الناس إلى الحق وإلى الرشاد وإلى طريق الله عز وجل المستقيم، ندعوهم إلى الهداية، لكن لا تقوى على إدخال هذه الهداية إلى القلوب. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى ده كله مرجعه الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يقلب القلوب. لذلك لما الإنسان يعرف هذا الأمر يبقى قلبه لا يعلق إلا بالله، قلبه لا يعلق إلا بالله. لأننا أعلم أن قلوب العباد بين إصبعين وإصابة رحمة، يقلبها يصرفها كيفما شاء. وبالتالي يبقى الإنسان بيخشى على نفسه الردة بعد الإيمان، الانتكاسة، يخشى على نفسه الانتكاسة. ممكن ينتكس، نعم، قلوب العباد بين إصبعين وإصابة الرحمن، يقلبها يصرفها كيفما شاء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ده هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من ذلك. الإنسان ما ينبغي أن يأمن أبدا أنه على الاستقامة خلاص يأمن هذا الأمر، لا، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، يزداد خوفا من رب سبحانه وتعالى كلما اقترب من خط النهاية. كل ما احنا بنقترب من خط النهاية كل ما الإنسان بيخاف على نفسه أن ينحرف. خلاص ده احنا اقتربنا من خط النهاية، اقتربنا، كل لحظة بتمر أنا الآن أقرب من خط النهاية من اللحظة السابقة. يبقى كل ما بتمر كده الأوقات يبقى أنا على يقين أنني قد اقتربت من خط النهاية، يعني عن اللحظات السابقة. يبقى مرت لحظة الآن إحنا بنقترب، إحنا في سير دائم كده إلى خط النهاية، كل لحظة بتمر فهي خطوة بنخطو بها إلى خط النهاية. وبالتالي بيزداد خوف المؤمن أن ينقطع قبل أن يصل أو أن ينحرف عن الطريق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر وكما بيّن أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل، يعني حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. الروايات ده هي لابد أن تكون مفزعة للإنسان، يعني حتى لا تأمن. نقول أن الواحد بقاله عدد كذا من السنوات وفي طريق الهداية وبيعبد الرب سبحانه وتعالى، لم يفوت صلاة، وكذلك يصوم النوافل ويفعل كذا وكذا من قربات، لكن لا تأمن، لا نأمن، العقيبة مطوية، يعني ما حدش يعرف بما سيختم له. فطالما أنا مش عارف بما سيختم لي يبقى لازم أجتهد، ما اعتمدش على ما سبق. يعني ساعات الإنسان ينظر كده نظرة وبالتالي يجد أنه هو يعني جاء بأعمال كثيرة، جاء بأعمال كثيرة، وأنه لم ينحرف في يوم ما عن طريق رب المستقيم، فعند ذلك يدخل العجب والزهو إلى قلبه فتكون قاسما. لكن أنت ما تنشغلش بما مضى. يبقى نقول الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى هدانا إلى طريق المستقيم، لكن إحنا مش عارفين حنوصل لنهاية الطريق إزاي. فطالما أنا مش عارف يبقى على ذلك يبقى همي كله هينصب على خط النهاية، وبركز كده على الأمور المستقبلية، على الخطوات المستقبلية التي من خلالها يعني ستكون نتيجة الإنسان. إنما الأعمال بالخواتيم، يبقى بخاتمة العمل، يبقى بيعمل بالطاعة كده الزمان الطويل، لكن ممكن ينحرف في نهايه حياته، ينحرف في اخر لحظات الحياه، اخر لحظات نفسه الاماره بالسوء، يبقى قد تدعوه الى معصيه، تدعوه الى معصيه، وقد ييسر له الشيطان امر المعصيه. يعني هذه معصيه في مقابل جبال من الحسنات كما يظن كده او كما يزايل له الشيطان. فهذه يعني
يعني خطيئة ستذهب لا محالة، تغرق في بحر الحسنات. الشيطان يزيل له ذلك الباطل فيأتي المعصية فيموت عليها، إنما الأعمال بالخواتيم. ذلك الإنسان يعني لابد أن يجد أكثر ما يجد كلما اقترب من خط النهاية. فإحنا لازم أكون أنا على يقين أن اللحظة دي يبقى يقيني أن أنا أقرب إلى خط النهاية من لحظة السابقة، كل لحظة بتمر كده. لذلك يعني كما بنؤكد دوما أن الأولياء والأتقياء ما دعاء هؤلاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى يعترفون ربهم أنه سبحانه وتعالى هداهم إلى طريق المستقيم وأن الله تعالى حافظهم وعصمهم من الزلل، برضه كان قلب المؤمن يعني بيخاف أن ينقطع عن الطريق، وبالتالي قلبه بيعلق برب سبحانه وتعالى، خوفه بيزداد. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء دايما كده ليه؟ معرفة هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي تراهم يتوكلون على ربهم لا يتكلون على ما أتموه من أعمال. لا، ما بيتكلش الإنسان، لأن حتى الأعمال اللي الواحد تمها يا ترى هي مقبولة أم لا؟ لا نعلم. إحنا بنجاهد النفس كده عشان نخلص في ذلك العمل، لكن ممكن يكون النفس لها حظ ولها نصيب من ذلك، حظ ونصيب. يعني هل ده عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى؟ أنا أظن، لكن لسنا على يقين، وإنما تقبل الله من المتقين كما قال سبحانه وتعالى. فهل إحنا وصلنا الدرجة دي؟ هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى، هو أعلم. فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. يبقى على ذلك يبقى الإنسان ينتبه قلبه يعلق بالله. قلنا لأن ده مدخل من مداخل الشيطان، بيدخل بقى ويحدثك أنك أفضل من الناس وكذا وكذا، وأنك كنت تعمل كذا، يذكرك بقى بأمور كثيرة جدا عشان تنشغل، ويدخل العجب والزهو إلى القلب. لو دخل الكبر القلب كانت القاسمة، كانت القاسمة. لماذا؟ لأنه لا يدخل ذلك العبد إلى الجنة وفي قلبي مثقال ذرة من كبر، لا بد من التخلي عنها. فممكن تتسلل داخل نفسك، تتسلل. وقلنا النفس كده يعني تحب الثناء وتحب المدح، يعني الإنسان يحب يبقى حريص على الظهور، على التربع والترأس، ده أمر طبيعي موجود في الإنسان، هذا أمر طبيعي. فالأمر محتاج أن أنا أجاهد نفسه وأنتبه كده. مداخل الشيطان كثيرة، إن لم نعلم ما هي مداخل الشيطان ممكن يتسلل إلينا الشيطان دون أن نعلم، دون أن ندري، دون أن ندري. والشيطان بيزين لنا الأعمال، وزين لنا الأعمال، يعني أنا حرى العمل ده عمل حسن، ولكن هو في الحقيقة هذا هو العمل يعني الذي يعني حيستدرك من خلاله الإنسان. فإحنا ننتبه كده، أعمالنا لازم تكون موافقة للكتاب والسنة، ولازم أجتهد اجتهادا بالغا أن يكون ذلك العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، ليس لنفسي فيه حظ ولا نصيب. وإحنا دايما كده ساعات الإنسان يطمن نفسه ماليش حظ ونصيب، والله هي لله سبحانه وتعالى، الله اعلم. يعني الله اعلم، يعني ما تظنش في، يعني الواحد بيظن وبيجتهد، لكن ممكن حظ النفس، حظ النفس فيها حظ النفس، يعني هنجد. لان حظ النفس ده هو الانسان، ده امر طبيعي كده، امر غريزي فطري موجود، يعني حب كده ان يبقى عنده الظهور والحرص على ذلك، التربع الترأس، كل ده امر موجود. فده محتاج الى علاج شديد، وعلاج الأمور دي كلها بيكون بالإيمان. متى وقر الإيمان في القلب كان طاردا لكل الأدواء دهية. القضية كلها أن الإيمان ده ينزل القلب، ينزل بس ويخالط القلب، فإحنا عارفين الإيمان، لكن ينزل بقى الإيمان إلى القلب فطارد لكل هذه الأدواء. يبقى لا طارد الأدواء الباطنة إلا الإيمان، معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى. لذلك كما قال سبحانه: وما أنت عليه بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى هذا الكتاب أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تنذر أم القرى اللي هي مكة ومن حولها بقى اللي هي القبائل العربية والقرى لغير ذلك، وتنذر يوم الجمع بصفة عامة بقى، يبقى النظارة يوم الجمع، يوم ذلك اليوم الذي يجمع فيه ربنا سبحانه وتعالى الأولين والآخرين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم،
يعني ده يوم الفصل الذي سيفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، ده يوم الجمع، يبقى يوم الجمع ده يوم القيامة. فالله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، لا ريب فيه. ويوم الجمع ده يبقى ده يوم القيامة، اليوم الذي سيفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى في أعمال العباد. يعني اليوم ده يبقى أنا أحاسب وأنت ستحاسب، ونتيجة الحساب دي يعني إما إلى جنة وإما إلى نار، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومر علينا احنا في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذه فريق النار هم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذه فريق في الجنة وفريق السعير. ومر علينا في سورة الأعراف هذه المناداة بين أهل الجنة وأهل النار بعدما سكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. منادى كده منادى، فأصحاب الجنة سكنوا الجنة، أصحاب النار سكنوا النار، وبدأت المناداة بين أهل الجنة وأهل النار، وينادي أهل النار على أهل الجنة أن أفيدوا علينا مما أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. يبقى هنجد ذلك الأمر وإحنا بتمر على إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عن حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون. يبقى لما بنقرأ الآيات يبقى فريق في الجنة وفريق في السعير. ودول وصلوا إلى الجنة إزاي؟ دول وصلوا إلى السعير إزاي؟ يبقى ليهم أعمال، الأعمال دي أوصلت هؤلاء إلى الجنة، هذه الأعمال أوصلت هؤلاء إلى النار. يعني مش في الآخر كده إنسان هيؤخذ كده بأم رأسه ثم يلقى به في النار، لا، ده نتيجة الأعمال، نتيجة ما أتم من أعمال فاسدة مخالفة للكتاب والسنة. وبالتالي يبقى أنا لابد إن أنا أحذر لا آتي بعمل من أعمال أهل النار حتى لا أكب على وجهي في النار، وأبقى حريص جدا وأجتهد جدا في الأعمال التي توصل إلى الجنة، خاصة أن الله سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا هذه الأعمال، يعني بيّن لنا إيه الأعمال اللي أوصلت هؤلاء إلى الجنة وإيه الأعمال التي أوصلت هؤلاء إلى النار. ليه إحنا بنعرف كده والقرآن يعني وضح لنا ذلك الأمر، والسنة أيضا أتت لنا بذلك البيان عشان نكون على بصيرة من أمرنا. يبقى إيه الصفات التي ينبغي أن أشتمل عليها لكي أصل إلى الجنة؟ إيه الأخلاقيات التي لابد أن نتخلى عنها، أو السلوكيات والأعمال التي لابد أن نتخلى عنها حتى لا أكب على وجهي في النار؟ كل ده بتفاصيله في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو أنا عايز أنجو من النار يبقى لازم أعرف إيه الأعمال التي لابد أن أجتنبها. لو أنا عايز أكون من أهل الجنة لابد أن أنا أتعرف على الأعمال التي لابد أن أقوم بها حتى أسلك هذا الطريق الموصل إلى الجنة. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن يعني هؤلاء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ونسحرهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ده جانب من يعني سلوكيات وأعمال هؤلاء، يبقى دي أوصلت هؤلاء إلى الجنة. يبقى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بما كنتم تعملون. يبقى دول أساسا كان لهم أعمال بيتمموها، إيه الأعمال المطلوبة؟ كل ده موصوف في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون الإنسان حجة على الله عز وجل بعد ذلك البيان. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع
لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. لو شاء الله عز وجل لجمع الناس على الهدى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس، فمنهم كافر ومنهم مؤمن. خلق الناس، والناس ينقسمون إلى كافر ومؤمن. آمن بما جاء به الرسول وآمن بالله سبحانه وتعالى، استقام على أمره، ومنهم من كفر بالله سبحانه وتعالى وكذب الرسل ولم يقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. فالله تعالى خلق النار وخلق لها أهلا، وخلق الجنة وخلق لها أهلا، وهذا لا بد أن يكون كائنا واقعا، لا بد أن يقع ذلك الأمر. والله تعالى خلقنا، فمنا الكافر ومنا المؤمن. الله تعالى خلق الجنة والنار، وفريق في الجنة وفريق في السعير، يبقى لابد أن يكون منا يعني فريق للجنة وناس يعني الجنة، وهناك أيضا أناس يكبون على وجوههم في النار. يبقى الإنسان كده احذر بقى، لو شاء الله سبحانه وتعالى لا جمع الناس على الهدى، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما له من ولي ونصير. لكن لما هداك ربنا سبحانه وتعالى بمشيئته، قلش ده بجدي واجتهادي، وبالتالي انا حفظت القرآن ده بجدي واجتهادي، لا التوفيق الله سبحانه وتعالى. انا صليت الحمد لله، انا معظم ما اقدرش اقطع الصلاة، كل ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى. بصوم النوافل، ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يدخل من يشاء في رحمته، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصل لك ذلك الطريق سبحانه وتعالى. لازم نعرف المنة والفضل من الله سبحانه وتعالى. اي طاعة حتى لو كانت يعني تسبيحة أنت لم توفق إليها إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يبقى لازم أعرف أنا يعني هذا الأمر عشان أستزيد من شكر الرب سبحانه وتعالى، أستزيد من الطاعات، هن عشان لا يدخل الزهو إلى القلب، لأن ده هيبقى نوع من أنواع الطغيان. ممكن الطغيان ده يدخل لنا تسللنا من جهة الطاعة، شايف نفسي كده أن أنا بطيع رب سبحانه وتعالى، يدخل كده الزهو والعجب إلى القلب، إلا أدخله فعل الإنسان للطاعة. ده أنت كل ما تزداد طاعة كل ما تزداد إيه؟ تذللا بين يدي سبحانه وتعالى، لأن ده من فضل ربي، هذا من فضل ربي، ربنا سبحانه وتعالى وفقك إلى فعل الطاعات. كلما أنت ما زلت مستقيما فعل الطاعات، يبقى نعم الرب عليك بتزداد، يبقى المفترض تزداد انكسارا وتذللا وتواضعا بين يدي سبحانه وتعالى، لأن دي نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. وأنا أعلم كده لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ليس بحول ولا قوتي، ولكن بحول الله وقوته. ولولا أن الله تعالى مدنا بذلك العون ينقطع الإنسان عن هذه الأعمال. يبقى كل طاعة تعملها اعرف أن ده من توفيق الله، وأن الله سبحانه وتعالى شاء لك ذلك. لو لم يشاء ذلك ما كان ممكن في استطاعتنا أن نتمم أي عبادة من العبادات حتى لو كانت تسبيحة. تخيل سبحان الله دي ما بتاخدش وقت، دي كلمتين، يعني كلمتين، يعني سبحان الله ما تاخدش ثواني، فلكن كل ده بتوفيق الله. لو انقطع عني المدد والعون من رب سبحانه وتعالى لا أقوى على أن أقول سبحان الله، وبالتالي بقى مش بجدك ولا بجتهاد. المطلوب أن أنا أجد واجتهد، لكن هذا ليس بحول ولا قوتي، ولكن بحول الله وقوتي. يبقى لما أقول سبحان الله أقول الحمد لله، الحمد لله أن الله عز وجل مدني بذلك العون حتى كنت مسبحا له، يعني حتى كنت مسبحا لله سبحانه وتعالى. كل طاعة تفعلها كده، يبقى مفترض كل طاعة من أنا برقة كده في سلم العبودية والإيمان، ويزداد بها العبد انكسارا وتذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يدخل من يشاء في رحمته، يبقى لما أنت على طريق الهداية ده بفضل الله، بفضل الله وإنعامي عليك، ليس بقوتك ولا بحولك، ولكن بحول الله وقوتك. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة. كتاب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.